مشاهدينا، من اهم الناس اللي بتنزل للتحرير بيبقوا نازلين يقدموا مهمه نبيله جدا هم المصورين الفوتوغرافيين، وبينزلوا علشان يوثقوا الثوره وينقلوا صور حيه بتعبر عن واقع الثوره. هيكون معانا النهارده 2 من اهم المصورين الموجودين، هيكون معانا علي هزاع وعمر الزهيري. صباح الخير علي. صباح الخير عمر. صباح الخير. ايه اهم المواقف اللي انتوا تعرضتوا لها الفتره اللي فاتت، خصوصا ان انا فهمت منكم ان انتوا الاثنين اصبتوا؟ نبتدي بعلي. اهم المواقف، اصعب المواقف اللي احنا مرينا بيها يعني تواجدنا في التحرير، ده من اصعب المواقف. احنا بنبقى مطلوب ان احنا نصور نوثق ونسجل اللي بيحصل ده، بس في نفس الوقت بنتعرض لمشاكل زي الضرب من ناحية الأمن، أو سواء كانت في مشادات، بس بتبقى أهون بكتير قوي من الناس اللي في التحرير، بيبقى بعضها رفض التصوير، كسوف أو خوف أو عدم فهم، لكن المشكلة الأكبر بتبقى من ناحية الأمن، الغاز والخرطوش والطوب والمولوتوف والحاجات دي كلها. طب انت اصبت ايه؟ اصابتك ايه؟ ازاي؟ كنت في محمد محمود ودخلت اصور، فوقفت. احنا دايما بنحاول نستخبى دايما ورا حيطه شجره، يعني ما ينفعش نفضل مكشوفين على طول، يعني ان كميه الاصابات بتبقى كتير، فكنت مستخبي ورا شجره، وبعدين اترمى غاز كتير، فدخلنا نستخبينا في مدرسه كده في يمين محمد محمود في اوله. وبعدين وانا خارج من المدرسه كان كل اللي بيخش المدرسه بقى بيبقى مصاب، يا اما في صدره يا اما في وشه، فعديت ظهري للامن وطلعت اجري، فاخدت في رجلي خرطوش. طب عمر، انت قول لي برضو، خصوصا انت قلت لي انت مصاب في دماغك، ايه برضو اهم المواقف والعنف اللي انتوا بتتعرضوا له؟ هل دايما ممكن يبقى من المتظاهرين، ولا بيبقى في جزء من الجيش، ولا الشرطة، ولا الاثنين، ولا لا، هما الثلاثة يعني، الثلاثة؟ الشعب والجيش والشرطة. طب يعني الشرطة احنا فاهمين، الجيش والشعب، الشعب الناس ليه بتهاجمكم؟ يعني بيبقى ايه منطقهم؟ بيعاملوكوا كده ليه؟ بيعاملونا كده لان للاسف في جرايد كتير بتكتب عن الصور مثلا اللي بتتاخد مننا، بتكتبوا عنها حاجات غلط، ودلوقتي الناس بقت تقرا كتير وبيخشوا على الويب سايتس وبيشوفوا كل حاجه. فمثلا تيجي تصور واحد يقول لك لا انت بتصورني علشان كذا، عشان حاجه في دماغك، علشان تكتب عني كذا كذا. فبقى مبدا رفض التصوير دوت، يعني اقل حاجه يقول لك ممنوع التصوير، ممنوع التصوير. طب احكي لي عن الاصابه بقى، جت من مين؟ الاصابه جت من الشرطه. من الشرطه؟ من الشرطه. كان ايه؟ كان الهيروات ولا لا، اللي هو الخرز البلي الصغير دوت. البلي الصغير. كنت برضو كنت واقف محمي في شجره، لقيت مره واحده اتلسعت في كتفي وفي ايدي وفي دماغي. ما حسيتش ان انا اتعورت غير من كتر الدم اللي كان على وشي. هو البلي الصغير ده، البلي الصغير ده بيبقى اي بنادق ولا مسدسات؟ انا ما اعرفش والله، هو بنادق، بيبقى بندقيه. بيبقى بندقيه زي رش يعني، ولا زي رش، هي بتبقى قنبله تقريبا وفيها الخرز دوت، بيبقى كتير جدا. انا ما اعرفش هي بتتضرب ازاي اصلا، يعني ما اعرفش هي بتيجي في الارض المفروض ولا بتتضرب فوق، يعني انا ما اعرفش، انا ما اعرفش. بس انا بس انت متاكد انه ده جه من الشرطه؟ لان دي اول مره كنت انزل اصور فيها اشتباكات مع الشرطه. دي شرطك على الهواء وانت مصاب؟ دي لا، دي وانا بجري من القنبله طبعا، لان المره دي القنابل كانت، يعني انا ما اعرفش الغاز بتاعها ده كان ايه دوت. بعد ما اتعورت هي هنا قدامك على الكاميرا. دي بعد ما اتعورت، وهنا وهم بيعملوا لي الاسعافات في المستشفى الميداني اللي انقذوني بصراحه يعني. بس كويس ان احنا بنقول ان الشعب فيه برضه ناس بتنقذ. لا لا طبعا، لا اكيد يعني، بس هي الفكره بس في الصوره السيئه للاعلام اللي بيصورها لينا احنا، ان احنا بنصور لهدف معين، يعني انا ما اعرفش هم بيعملوا كده ليه يعني. طب في معظم التغطيات الصحفيه في الدنيا بيبقى في حمايه للاعلاميين والمصورين، الفترة اللي فاتت كان في حماية ولا لا كانت خالص. الدنيا كان في الحماية بتاعتنا بتبقى حاجة ذاتية، يعني احنا اللي بنحاول نحمي نفسنا. علي عايز يقول حاجة في موضوع الحماية. لا، الحماية معروف في كل الدول ان مصور ممكن يبقى واقف والشرطة جنبيه وبيضربوا او بياخدوا واحد بيعتقلوه بصورة
محترمه او بصوره وحشيه وهو ما حدش يقدر يقرب له. ده حاجه معروفه بنشوفها في صور الوكالات، المصور واقف في وسط الحدث وكل حاجه بتحصل حواليه وما حدش بيقرب له. لكن لا لا، انا ليا زمايلي اتاخدت منهم كاميرات، كسرت منهم كاميرات، اتاخدت منها كروت ميموري الشغل بتاعهم من قبل الامن ومن قبل الجيش. فيعني هنا وهنا. طب الشرطه بتبقى اعنف معاكم في التعامل ولا بيبقى التعامل ازاي؟ يعني الشرطه بتتعامل بعنف اشد، الجيش بياخد الكاميرا ويحتجزك ويترجع ما ترجعش يعني. طب وانتوا بترجعوا ازاي بقى؟ بنحاول بقى قبل ما الدنيا تقفل خالص نكلم اي حد من الشغل، اهالينا وبتاع، ومفاوضات بقى لحد ما الواحد يكتشف انه مش جاسوس يعني ولا عميل ولا حاجه ويخرج يعني. وانت ايه رايك يا عمرو؟ بيتعاملوا بشكل اعنف شويه. وبعدين الشرطه بقوا اذكياء جدا، الاول كانوا بيفرمت الكارت اللي على الكاميرا، دلوقتي ما بقاش يفرمت علشان عارف فيه ان في برامج سوفت ويرز بترجع الصور تاني، فبقى بيكسروا ده لو مش هيكسر لك الكاميرا بتاعتك اللي هي بتبقى طبعا غاليه جدا، وفي بعض الاوقات مش بتبقى بتاعتك، بتبقى ملك للجورنال. طب والجيش ده الشرطه ولا الجيش؟ ده الشرطه. الجيش بقى يعني بيعمل كل حاجه، يعني بيكسر الكاميرا ويا اما بياخد الكارت وبيحتجزك، لازم هيحتجزك. الشرطه في بعض الاوقات ما بتحتجزك يعني، تكتفي بس ان كسرت لك الكاميرا وخلاص كده يعني. لان معظم كمان اللي بيقبضوا عليك في الشرطه مش بيبقوا بزي زي شرطه، بيبقوا لابسين مدنيين، معرفش بقى دول بيبقوا مخبرين ولا مباحث ولا ايه بالظبط. طب هو بيبقى فيه استخدام للعنف ولا بيبقى طبعا بيبقى فيه استخدام، اكيد مش هيجي يقول لي خد الكاميرا، هات الكاميرا من فضلك لو سمحت تجيب الكاميرا، وبيحترم حقوقك وكده. لازم يمد ايده الاول شويه لحد ما تسيب الكاميرا، وبعدين بيضربوا في اماكن اللي هي لازم هتسيب الكاميرا. لازم هتسيبها. طب هل الاعلام بيساهم في تشويه مهنه المصور الصحفي؟ يمكن عشان كده يعني الناس ممكن تكون بتتعامل معاكم بعنف مثلا، ممكن يكون ما هو برضو يعني في الاول ولا في الاخر الشرطه والجيش ما هم بني ادمين زينا، فبيبقوا برضو متاثرين بالوضع. انت رايك علي؟ يعني ممكن واحد يهتف يبقى رافع ايديه لفوق كده، تكتب تحتها تحريض او تكتب تحتها هتاف، تفرق كتير جدا يعني. لو هتاف الصورة بقى لها معنى مختلف تماما عن ما تكتب انها تحريض. لو انت كنت في ساعة الحدث ممكن تبقى فعلا هتاف، ممكن تبقى فعلا تحريض، بس يعني ما ينفعش الصورة تبقى في مسيرة سلمية ما فيش فيها اي نوع من انواع التحريض، المسيرة وصلت للمكان اللي هي رايحة وخلصت واكتبوا عليها تحريض يعني. ده بيضرني انا كمصور بعد كده عشان انزل اغطي اي حاجة تانية، اقول ان انا من المكان ده اللي اتنشر فيه الشغل ده. الحمد لله ما بيحصلش معايا الموضوع ده كتير. طب هل في افراد من الناس بتتعدى عليكم يعني بيتعدوا عليكم ازاي؟ بايديهم ولا هل بيبقى في ناس بتستخدم معاكم سلاح مثلا ولا انا ما تعرضتش يعني بتخرجوا من الموقف ازاي يعني؟ بالنسبه للناس، بالنسبه لي انا يعني ما تعرضتش لمشاكل مع الناس بصوره شديده قوي، وان حد عايز ياخد الكاميرا ويكسرها وكده، كلها مشادات كلاميه، ما تصورش، مش من حقك تصور حاجات كده، وبعرف الواحد بالكلام يقدر يتصرف يعني. لكن اغلب المشاكل الشديده بتبقى مع الامن. طب عمر، انا عارف ان طبعا انتم متصلين بالميدان على طول ودايما موجودين هناك، انتوا شايفين الازمه اللي احنا فيها دي واعتصام ميدان التحرير من الشكل اللي انتوا شايفينه في الميدان، الوضع رايح فين؟ بالنسبه للناس اللي في الميدان اللي انا اعتبر طبعا واحد منهم، انا شايف ان الاعتصام حق مع اي حد، مش من حق اي حد ان هو يفرض رايه ويقول ما نعتصمش او من الناس دي المفروض تمشي او انما الوضع رايح على فين دي بقى حاجه في ايد اللي اكبر مني، اللي انا اللي هم اللي معاهم السياسات اللي انا. طب لو تحب توجه كلامك مثلا للمجلس العسكري او للشرطه تقول لهم ايه، تطلب نوع من الحمايه ولا تطلب منهم ايه برضه لو هم سامعيننا يبقوا عارفين انتوا بتادوا مهمه نبيله في الاول والاخر، تنقلوا الصوره ما بتجيبوش حاجه من عندكم يعني. بص يعني احنا داخلين على الانتخابات، وبالنسبه لي انا وعلي الانتخابات دي ربنا يستر المصورين كلها خايفين منها قد ايه، خاصه طبعا بعد ما احنا طلعنا الصوره بتاعت الشرطه والقنابل اللي كانوا بيرموها والعنف اللي استخدموه، فما اعرفش التعامل معانا هيبقى ازاي. الرساله اللي احب اوجهها للمجلس العسكري ان هم يسمعوا الناس، يسمعوا الناس يعني، يسمعوا الناس، يشوفوا الناس عاوزه ايه. علي، رسالة أحب أوجهها للأمن والمجلس العسكري بما أنهم يعني متحكمين في الأمور بالنسبة للتصوير، ارحمونا شوية يعني. بس لكن بالنسبة للتحرير،
لا انا ما بطلبش من حد حاجه، احنا المفروض احنا لينا حق واحنا المفروض ناخده. ما ينفعش ان احنا نفكر بعقليه زمان نجيب حد سنه بحكم الخبره بقى والكلام ده. مايكروسوفت وجوجل وفيسبوك الشركات دي شوف رؤسائها عندهم كام سنه، اضخم واغنى ناس واكتر شركات ناجحه دلوقتي ويعني تلاتينات. ما ينفعش بقى نخش في سن بقى ال80 بقى ونقول اصل هو هيعرف يخرجنا من الازمه. يعني في ناس كتير بتقول كلام كويس. طيب بما ان انتم مصورين صحفيين عمر، انا عايز اعرف دي الصوره دي متصوره منين؟ صحيح دي الصوره بتاعتي انا، دي مصورها من فوق ميدان التحرير من فوق. من منين؟ من عمارة فندق الاسماعيليه. دي كانت امتى؟ دي كانت من 3 ايام تقريبا. من 3 ايام. طب انا عايز اعرف حاجه، الكاميرات دي انتوا بتقولوا بتبقى غاليه، لما كل شويه تتكسر كاميرا بتعملوا ايه؟ يعني بتشتروها انتوا ولا بتبقى كاميرا خاصه بتاعتكم بتعملوا ايه؟ يعني لو كاميرا خاصه يعني بحاول استعوض ربنا فيها، يا اما هشتري اكيد هشتري لازم هشتري. بس هل شغلكم صحفي بيعوضكم عن الـ عن عن, الـ عن الكاميرات؟ مش كل مش كل الجرايد. علي لا، الجورنال بيتكفل. يعني العدسه، اللي انا كنت بصور بيها كاميرات غاليه انا عارف. يعني العدسه اغلى من الكاميرا. يعني العدسه ال 70 200 دي عدسه غاليه، هو عارف كويس قوي. اتقبضت في اللي فاتوا دول، خدت طوبه، فالجورنال بيتكفل بان هو يجيب. الصوره اللي معانا دي كانت فين؟ محمد محمود. انت كنت بتصورها والغاز شغال والدنيا شغاله، مين مصورها، عمر ولا علي؟ دي كانت فين؟ شارع محمد محمود برضو؟ شارع محمد محمود ناحيه هارديز كده، بعديه بخطوتين كده هم كان عند الجامعه الامريكيه واحنا كنا عند الناس كانت عند هارديز كده. بس وكان يعني بقى تبادل بقى اسامي المحلات كلها اعلانات. انا اللي اروح في ده هو ده وصف الشارع ما يعني. احنا معلمينه كده على فكره. ده كانت الناس بتهدف طوب، وهم بيهدفوا طوب، وده اللي كسر العدسه بتاعتي. كنت انا واللي كان بيجري في النص ده كان ايه؟ هو كان بيجري ولا كان بيجري ويهدف طوب عليهم، وهم كانوا بيتبادلوا بقى معانا طوب شويه طوب شويه خرطوش شويه غاز، يعني عندهم تشكيله اكبر هم شويه. لا والغاز الجديد ده انا ممتاز. انا عايز افهم بقى ايه سر الحرائق؟ احنا فهمنا، احنا في ناس بترمي مولوتوف ما احناش عارفين من دول، والثوار بيتبرعوا منهم والحكومه بتقول دي مؤامره، ده كان ايه؟ ولا ده كان مولوتوف ولا ده كان انا عندي رد على الموضوع ده. الصور بيرموا مولوتوف، بس الامن بيرمي مولوتوف، ومعانا صور موريانا الداخليه. الصور نفسهم بيرموا مولوتوف؟ لا مش يعني يعني بعض الشباب متحمس قوي اللي فاكر ان هو ده الصح. وناس كتير بتحاول تمنعهم، لكن في الداخليه مصورينهم معاهم صندوق بيبسي مليان فتايل كده، واقفين فوق مبنى عالي وبيرموا مولوتوف. يعني صعب قوي تحكم على الناس انها ما تتصرفش في الموقف ده بالمنظر ده. ودي كانت صوره لل ده كان جمعه الغضب. ده كان جمعه الغضب كوبري قصر النيل. كان 8 كان 28 يناير. ساعه ما كانت الناس بتصلي وكانوا بيرشوا عليهم ميه. طب انا فهمت ان انتوا دخلتوا يعني معرض عن ثوره 25 يناير، معرض جماعي كان باسم الشعب خط احمر، افتتح يوم 16 نوفمبر. اخبار المعرض ده ايه؟ المعرض توقف حاجة بسيطة كده وخلص يوم 24. المعرض كانت فكرته ان احنا بنقول ان احنا نجحنا في ان احنا نسقط نظام او نسقط جزء من النظام، وان الشعب هو الخط الاحمر، الشعب هو اللي بيقرر، هو اللي بيحدد مصيره. وان احنا اللي في ايدينا الحل يعني، ودي كانت الرسالة اللي احنا بنقولها. طب عمر عايز ارجع لك واسألك على اغرب المواقف، خصوصا ان انا وانا في الميدان شفت صوره عجيبه جدا لما شفتها في الجورنان. انا ما فهمتش الصوره دي، بس لقيتها متعلقه في الميدان، صوره واحد شايل قنبله مثيره للدموع وبيجري ولابس ماسك شبه عسكري، يعني اللي هو الماسك ده انا ما شفناهوش، شفنا الماسكات البلاستيك الصغيره اللي بتتباع في المستشفيات والحاجات، لكن الماسك ده برضو اثار علامه استفهام في حد كان معلق عليه، في صحفي قال يعني جاي الماسك ده جايبينه منين؟ ده ماسك عسكري يعني. لا هو معظم دي يعني ده ماسك ده ما افتكرش ده ماسك عسكري. انا عارف الصوره اللي انت بتقول عليها بتاعت الماسك العسكري شارع الجمهوريه. ده ايه؟ ده ده من اللي في الميدان عادي. انما الماسك اللي انا عارفه اللي هو اللي كان في ايوه هو نازل ده. انا سالت اللي كان جايبه قال لي جايبه من سوق الجمعه. من سوق الجمعه؟ طب كويس، احنا نحب نوضح المعلومه دي للناس عشان الناس قالت بس ده احتمال يكون هجوم عسكري ولا حاجه. لانه كان شكله برضو عارف اللي هو ايه، يعني في فيلم امريكاني يعني اللي هو شايل قنبله وماشي ولابس ماسك عجيب جدا، فكان